مزيدا من التفاصيل معنا من باريس الدكتور إبراهيم مسلم، أكاديمي وباحث سياسي. دكتور إبراهيم مساء الخير من جديد، مرحبا بكم على شاشة اليوم. رغم أن الدوريات الأمريكية التركية تسري قدما في مناطق الشمال السوري، ما زالت التهديدات التركية على أشدها. كيف تستقرؤون هذه التهديدات التركية؟ تسمعني دكتور إبراهيم؟ دكتور إبراهيم؟ نعم. طيب، رغم أن تسيير الدوريات الأمريكية التركية ضمن إطار اتفاق الآلية الأمنية في شمال وشرق سوريا يمضي قدما، تسمع أو ما زالت التهديدات التركية على أشدها. كيف تستقرؤون هذه التهديدات؟ نعم، بالبداية يسعد أوقاتك وأوقات مشاهديك. نعم، الدوريات يعني منذ بداية الشهر سبتمبر التاسع بدأت الدوريات، وبحسب التصريحات من الجانبين التركي والأمريكي هناك دوريتين بريتين وأكثر وسبع دوريات جوية أيضا، لكن الجانب التركي دائما يهدد، يعني غير راضي عن هذه الدوريات، يحس بأنه دائما لديهم شعور بأنهم فقدوا الكثير في هذا الاتفاق. لذلك نرى كل يومين وثلاث أردوغان يهدد بأنهم سوف يقومون بأي إجراء، وربما اليوم أو غدا إلى آخره. الجديد بالموضوع هو قيام الرتل من الجيش التركي بخرق، يعني وذلك من خلال تسيير دورية دون التواصل مع الجانب الأمريكي أو دون بدء المرحلة الثالثة من تسيير الدوريات. يوم أمس بحسب المصادر وبحسب تواصلي مع الأهل في المنطقة، في منطقة جريس بيت الأبيض، هناك تحركات تركية على جانب الحدود، يعني وكلنا يعرف موضوع الحدود موضوع حساس، وخاصة على مدار التاريخ والاتفاقيات التي جرت قبل الأزمة السورية، المنطقة الحدودية أن تكون خالية من الأسلحة الثقيلة. لكن ما حدث من اتفاق في وضع الراهن الأمريكي التركي أن تكون هذه دوريات مشتركة وليست بتصرف واحد. طيب، هذا ما يدفعني دكتور إبراهيم عن السؤال عن النقاط التي ما زالت عالقة، وكنا قد كررنا هذا السؤال كثيرا ما بين الجانب الأمريكي والتركي حتى اللحظة. ما الذي لا يعجب الجانب التركي في هذا الاتفاق حتى اللحظة؟ في الحقيقة الجانب التركي دائما يقول بأنهم يريدون الاستحواذ على بعض المناطق وليس فقط دوريات مشتركة، يعني تسيير دوريات مشتركة في الريف الشرقي لجريسبي والريف الغربي لسريكاني. يعني الآن الفصائل مجتمعة، غصن الزيتون ودرع الفرات وفصائل المتشددة في إدلب، يعني هناك أحاديث عن توحيد هذه الفصائل تحت مسمى جيش الوطني، لا أعرف ما هي التسمية، وهم ينوون أن يقوموا بعملية عسكرية شرق الفرات. وأيضا هناك تسريبات من الجانب التركي يقول بأنهم اتفقوا مع الأمريكان في استحواذ بعض المدن، يعني في إشارة إلى منطقة جريس بيت الأبيض والسماح للاجئين بالعودة إلى المنطقة من أجل تشكيل مجالس جديدة. يعني تركيا يعني لا تريد فقط أن تكون تواجدها من خلال هذه الدوريات، وإنما تريد أن تكون موجودة سياسيا ومدنيا من خلال فصائلها في المنطقة، على الرغم من أن ذلك قد لا يعجب لا الجانب السوري ولا حتى الجانب الأمريكي. طبعا، يعني أمريكا ردا على التهديدات التركية الناطق باسم الأركان صرح وقال بأننا نحن وتركيا متفقين على مناطق محدودة، وهذه المناطق محدودة بحسب ما نشرته الكثير من الوكالات والقنوات هي معروفة، المنطقة الممتدة من جريس بي إلى سريكاني
المنطقة الخالية من السكان بعمق 4 حتى 7 وإن كثرت 12 أو 14 كيلومتر بحسب الطريق المتواجد. أحياناً الطريق الحدودي يبتعد عن الحدود بأكثر من 10 كيلومتر. شكراً جزيلاً لكم من باريس الدكتور إبراهيم مسلم أكاديمي وباحث سياسي.